لكم مرة تانية. الحقيقة موضوعنا دلوقتي هنتكلم عن الأدوية. مشكلة الأدوية طبعا احنا شفنا الفترة اللي فاتت نقص العديد من الأدوية في السوق المحلي وخاصة الأدوية المستوردة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مجلس الوزراء وجه المختصين بهذا المجال لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الأدوية الناقصة في الأسواق المحلية، كمان يبقى في بدائل محلية على قد ما نقدر وتوفير هذه البدائل، واللي مش هنقدر نوفره محليا هنستورده إن شاء الله، والفترة اللي جاية هتتحل هذه المشكلة. في هذا الإطار يسعدني أن يكون معي في استوديو هذا الصباح لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل والتحليل معي الدكتور حسن إبراهيم حسن، هو عضو مجلس نقابة الصيدلة. طيب دكتور حسن، حضرتك الأول شايف مشكلة الدواء إزاي؟ يعني في شركات الأدوية بتقول إن إحنا بننتج الأدوية بالكميات المطلوبة للسوق لكن هي مش متوفرة في الصيدليات، حضرتك شايف ده إزاي؟ تمام، اولا صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير. خلينا نقول بس شويه احصائيات كده بحيث ان المواطن يبقى ماشي معانا ونقدر ننقله الصوره. احنا حجم الادويه اللي موجوده في مصر المرخصه حوالي 10,000 صنف دواء، المتداول منهم حوالي 8,000 صنف دواء، منهم الادويه المستورده اللي هي بتيجي بالكامل من بره حوالي 1200 نوع دواء، دواء مستورد بيجي متصنع بالكامل من بره مصر، يبقى انا عندي اجمالي سوق الدواء المصري حوالي 8000 صنف متداول منه 1200 صنف مستورد. طيب الدواء في حيثيه خاصه بيه ان هو السلعه الوحيده المتداوله في مصر الغير مدعمه والمسعره جبري، بمعنى ان مش على مزاج الشركه المنتجه تقول الدواء ده او العلبه دي تتباع بالسعر الفلاني. فعلشان كده الدواء الحيثيه اللي خاصه بيه بيبقى وزاره الصحه عامل اساسي بيؤثر في مدى قدره الشركات على الانتاج وعلى تواصل توافر الدواء، لانها هي الجهه الوحيده اللي منوط بيها ان هي تقول علبه الدواء دي سعرها في كل الصيدليات يبقى السعر كذا، دواء مسعر جبري. طب التسعيرات الجبريه دي يمكن هي السبب في انه الادويه محجوبه شويه عن السوق؟ لا، التسعيره الجبريه في المطلق كده حاجه بتعمل امان للمواطن ان يلاقي الدواء بسعر معقول وسعر مناسب. لا انا اقصد انه بيبقى في بعض متعمد من البعض في السوق المحلي انه يعني يحتكر هذه الادويه او يعني عدم انزالها للسوق المحلي باعتبار ان هو مش قادر يعلي سعرها اكتر من كده. انا لسه ما اتكلمتش في المشكله، انا بقول يعني بحاول ان انا اوصل شويه للمشاهد ان الدواء وحيثيته، الدواء مسعر جبري، يعني علبه الدواء موجوده في اي صيدليه من ال 70,000 صيدليه هي سعرها واحد وسعرها ثابت. ده حيثيه الدواء اللي موجود في مصر. طب الفتره اللي احنا فيها ايه السبب ان النواقص بدات تزيد، نواقص الادويه بدات تزيد؟ السبب الرئيسي ان الدواء زي ما قلت مسعر جبري، وان 95% من مدخلات صناعه الدواء مستورده، فبالتالي بتتأثر تأثير مباشر بسعر صرف الدولار. سعر صرف الدولار اتحرك في 3/10/2016 لما تم تحرير السعر، فنط من 3/8 8 جنيه 88 أصبح ليه 13، بعد كده زاد ل 16، بعد كده احنا بنشوفه بيتراوح ما بين 18 و19. فالشركة المنتجة دلوقتي بتيجي تقول لك أنا الدواء اللي أنا بنتجه التسعيرة بتاعته اللي انا خدتها من وزاره الصحه على اساس كان سعر صرف الدولار ساعتها 5 جنيه و70 قرش، فانت ازاي بتطالبني ان انا اقدر انتج الدواء دوت بعد لما سعر الدولار دلوقتي متوسط سعره 18 جنيه؟ فعلشان كده تمت تحريك اسعار في 16/5/2016، ده كان قرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وبعد لما تم تحرير سعر الصرف في 3/11 في المفروض تحريك اسعار منتظر خلال الفتره. طيب معلش دكتور حسن، هل المواطن هو المنوط بتحمل تكلفه ما حدث؟ انا هعرف من حضرتك الاجابه لكن خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير. تمام. قوميا دائما ما يأتي الدواء على رأس أولويات الدولة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة استمرار تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق مع استمرار العمل المكثف على تحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون.
كما وجه السيسي بتطوير صناعة الدواء المحلية وتحسين تنافسيتها والعمل على جذب استثمارات جديدة في هذا المجال مع العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى مصر. السيسي شدد كذلك على ضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، ووجه بقيام الدولة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية وضمان توافر مختلف أنواع الأدوية بأسعار مناسبة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك. كانت وزارة الصحة وضعت خطة للتغلب على مشكلة نقص الدواء من خلال محور قصير الأجل يتضمن تحريك أسعار الأدوية وتوفير النواقص، ومحور متوسط الأمد يشمل البدء في إعادة تأهيل مصانع الدواء المملوكة للدولة، ومحور طويل الأجل يرتكز على التوسع في صناعة الدواء. كما تقوم الوزارة بجهود لتطوير المستشفيات الحكومية والمراكز العلاجية في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لهذا الغرض، على أن يتم إنجاز ذلك خلال العامين المقبلين. ورجعنا تاني نكمل حوارنا مع دكتور حسن إبراهيم حسن، عضو مجلس نقابة الصيدلة. دكتور حسن، كنا بنتكلم عن تكلفة الدواء. أنا حضرتك قلت إنه إن كان دواء له سعر معين، لكن بعد ما الدولار زاد كده خلاص الأسعار المفروض على المنتج نفسه زادت. تمام. طيب بالنسبة بقى للأدوية اللي كانت مصنعة قبل كده، قبل ما سعر الدولار أصلا يزيد، هل المواطن مفترض إنه هو يتحمل تكلفة لا، خلينا نقول بس حاجة. حجم مخزون الدواء في مصر توتال ما بين صيدليات وما بين شركات توزيع وما بين شركات انتاج ما يزيدش عن 5-6 شهور من المنتج، من استهلاك المنتج الشهر. الصيدليات بتبقى فيها حوالي من شهر شهر ونص، شركات التوزيع فيها من شهر شهر ونص مخزون، وثلاث شهور بتبقى عند المنتج. ده الدورة الطبيعية او المخزون الطبيعي بتاع الدواء الموجود في مصر. زيادة سعر صرف الدولار في سلعة بتعتمد بشكل أساسي على مدخلات مستوردة، ده زود التكلفة بتاعته على المنتج، ده زود التكلفة بتاعته على المنتج. بس في حاجة برضو خلينا نقولها، ويمكن دي بنوصلها بشكل واضح جدا لوزارة الصحة. ليست كل الأدوية اللي موجودة في مصر محتاجة أن يتحرك سعرها صعودا أن هي تزيد. لا، في أدوية موجودة في مصر لو الدولار أو لو الدولار وصل قدام الجنيه، لو الدولار أصبح ب 30 جنيه، هذه الأدوية ما زالت بتكسب وبتكسب بمبالغ كبيرة. فلما نيجي نقول إن احنا محتاجين إعادة تقييم لأسعار الدواء اللي موجودة في مصر، ده ليس معناه إن كل الأدوية هتزيد. لا، في أدوية تانية فعلا ممكن تقل لأنها بتكسب مكاسب كبيرة جدا، وخصوصا إن بعد فترة معينة المادة الخام نفسها على المنتج سعرها بيقل. بعد ما يبقى مثلا سي، لو انا هقول ان مثلا الكيلو من المادة الخام دي ب 2000 دولار، بعد 3-4 سنين الكيلو ممكن يقل ويوصل لحوالي 200 دولار، ل 10% من سعره. فدي حاجات محتاج اعادة تقييم لاسعار المنتجات. احنا كنقابة رأينا واضح، احنا عارفين ان لازم يحصل تحريك للأسعار، ده احنا مدركينه، لكن احنا بالنادي ان ما تتمش عملية تسعير عشوائية. يعني ما جيش اعمل الأدوية كلها بشكل واحد، اجي اقول مثلا انا هاخد الأدوية اللي سعرها من كذا لكذا هتزيد بنسبة كذا زي ما حصل في شهر 5. لا، ده شكل مش عادل، وده شكل ما بيحققش المساواة ما بين كل شركات الانتاج. في أدوية سعرها أقل من 50 جنيه بتكسب وبتكسب مبالغ كبيرة، وفي أدوية سعرها أقل من 50 جنيه بتخسر أكتر من 20-30%. فأنا لازم إن أنا كنت أدرس كل جروب من الأدوية على حدة ودراسة متأنية، وده أعتقد إن البرلمان بيطلب بيه وإحنا كنقابة بنطلب بيه. هما يتكلموا بدأوا كمان يا دكتور حسن، إنه يعني حتى كان في قرار إنه المضادات الحيوية والأدوية بتاعت الأمراض المزمنة ما تزيدش أسعارها. يمكن ده في إطار التقييم اللي حضرتك بتتكلم عليه بالنسبة لتسعير المادة الخام. أنا بقصد سعر الدواء والتكلفة، أنا بتكلم من ناحية قدرة على الإنتاج كتكلفة. حضرتك بتتكلمي كمواطن ان الادوية في فرق ما بين دواء مسكن انا بشتريه لما بتعب، يعني ممكن اشتريه مرة في السنة او مشتريهوش، وفي دواء تاني انا كمريض سكر او ضغط انا ماشي عليه على طول، فانا بشتري العلبة او العلبتين بشكل شهري، فده زيادة سعره هيأثر عليا او هيزود التكلفة عليا. الكلام ده محترم جدا، بس برضو خليني اقول حاجة، ان انا لو هأترك للشركات او ان انا هزود
وده اللي احنا بنشوف البوادر بتاعته او كلام بيتداول. لو انا هاجي لشركة اقول لها حددي لي عدد اصناف من عندك انا كوزارة صحة هزودها لك، بس المقابل ان انت توفري كل الادوية بتاعتك او كل قائمة الدواء، انا كمواطن وكعضو نقابة انا ما اعتقدش الموضوع ده هينجح. ليه؟ لان بمنتهى البساطة المنتج هياخد تسعيرة من الوزارة او هيزود اسعار الاصناف الاكثر ربحية عنده علشان يعمل ربحية اعلى، اللي هي التيرن اوفر بنقول معدل دوران عالي، فتعمل ربحية عالية، والاصناف اللي بتخسره هينتجها بكميات قليلة ما تغطيش السوق، فدناها مشكلة النواقص موجودة. طيب انا عايز اعرف من حضرتك حاجة، النواقص دي كمان هتطبق على المستشفيات؟ يعني مستشفيات التعليمي مثلا اللي بيتعالج فيها ناس يعني يمكن بسطاء جدا، الأدوية هتتوفر داخل هذه المستشفيات بقى، المحاليل والأدوية اللي بيحتاج ان هو ياخدها في اثناء اجراء عملية جراحية، ولا كمان بقى هتبقى على عاتق المريض نفسه؟ خليني برضو اوضح الدنيا بشكل مبسط للمواطن اللي قاعد قدامي. الأدوية في مصر مصدرها او تواجدها لإما موجودة في الصيدليات الأهلية، الصيدليات اللي فاتحة في الشارع بنقول عليها الصيدليات العامة او الصيدليات الأهلية، او موجودة تبع المناقصات في المستشفيات او في التأمين الصحي. ده المصادر بتاعت الدواء او الاماكن اللي بيتداول فيها الدواء في مصر. نقص البضاعة او نقص انتاج الدواء بيأثر على الصيدليات الاهلية وبيأثر على المناصات كذلك، لان هو الدواء هو واحد، هو علبة واحدة، لو نقص انتاجها في الشركة المنتجة بيأثر على سواء الصيدليات الاهلية او في الاماكن التانية. طيب حضرتك قلت معلومة يعني مهمة جدا، 8000 نوع دواء ده المتداول، ده الموجود في السوق المحلي، منهم بس 1200 نوع مستورد. تمام. طيب والمتداول في المستورد 950 كمان. طيب يعني ليه المشكله كبيره كده؟ يعني ليه حاسين انه المشكله كبيره؟ هل من 1200 دول ان هو الادويه الاستراتيجيه او المهمه جدا بالنسبه للمواطن المصري؟ تمام، هاخد كلام حضرتك وهقسم الدواء بشكل تاني. انا قسمته مره عن التكلفه، ومره حضرتك خدتينا في الكاتيجوري بتاع استخدامه، قلت ادويه مزمنه او ادويه الواحد ممكن يستخدمها مره في السنه او مره في عمره زي المسكنات وخلافه. احنا دلوقتي هنقسم الادويه من حيث هل لها بدايل، هل لها مسايل، ولا ادويه يونيك، ادويه ملهاش بديل، يعني حاجه فريده في نوعها. الادويه اللي فريده في نوعها في مصر ما تزيدش عن 200 صنف، ما تزيدش عن 200 صنف، اللي هو الدواء اللي ملوش بديل او ملوش مثيل. علشان كده فخامه الرئيس القرار اللي اتخذه ان هو نستورد الادويه اللي هي ملهاش بديل وملهاش مثيل ب 186 مليون دولار. القرار ده كان حكيم جدا، لان ويمكن خليني اقول حاجه برضو مهمه على المواطن نفسه. المواطن لما بيسمع كلمه بديل او مثيل بيحس ان الصيدلي عايز يديله دواء ملهوش لازمه او دواء ملهوش فعاليه. يا جماعه انا بناشد التلفزيون المصري، دي ثقافه بقى يا دكتور حسن، بالظبط، انا بناشد التلفزيون المصري اللي انا بيشرفني ان انا بحب اتواجد فيه بالذات. لازم حملات اعلانيه تبقى موجوده تعرف المواطن ان البديل او المثيل، كلمه المثيل يعني نفس التركيب، ما يفرقش عن الدواء الاوريجينال. وخليني اكون انسان متشائم، اكتر من 85% من المسائل ما تفرقش عن الدواء الاوريجينال، اكتر من 85% هي نفس الماده الفعاله، نفس الماده الفعاله. لكن برضه اقول في حاجه، احيانا في ادويه بتفرق في الافيكاسي، في الكفاءه، ده فعلا موجود، ولو ما لو قلت غير كده ما بقاش صيدلي، بس 85% من المسائل ما تفرقش حاجه عن الدواء الاوريجينال، بالعكس ده في مسائل مصريه هي اصبحت البراند اكتر من الدواء الاوريجينال. يعني في دواء، واسمحي لي اقول اسمه، دواء الانتينال، الدواء ده لعلاج الاسهال، الدواء ده بتاع شركه مصريه، شركه قطاع خاص، الدواء ده مش هو الاوريجينال. لكن رغم كده الناس لما تقول مثلا في الملوكيول او في التركيبه الفلانيه بتقول الاسم الدواء المصري. فده معناه انا عايز اوصل للمواطن حاجه، ان كلمه مثيل او بديل اللي الصيدلي بيحاول يساعدك فيها هو مش الهدف منه عمليه تجاريه ان هو يبيع لك، ده بيحاول يحل لحضرتك مشكله عدم توافر دواء، عدم توافر دواء. انا هنا كنت في قناتكم المحترمه كنت مره موجود، وكان في احد الزملاء كان مستضاف معايا، كان مواطن، وكان بيقول ان هو ده انه يدور على علبه دواء برد لف فيها اكتر من 20 صيدليه وما لقاهاش. ساعتها انا كلمته وقلت له حرام عليك نفسك،
انت مش محتاج تلف 20 صيدلية على دواء برد. يا سيدي في ادوية في مصر لعلاج البرد اكتر من 150 دواء. طب ما ده دور الصيدلي برد دكتور حسن ان هو ينبه على ده يعني او ينبه للمواطن انه في، لكن هو ممكن ياخد روشتة لا الادوية دي مش موجودة وبس. الصيدلي بيقوم بدوره بس الاعلام لا، دي عملية توعية. كان زمان كنا بنشوف حملات اعلانيه كانت بتقوم بيها السيده كريمه مختار في علاج محلول الجفاف. لما المحلول اول ما نزل ليه الحملات دي ما يتبناهاش التلفزيون المصري كتير جدا من يعني لو قلت ازمه نواصل ادويه بتمثل حجم كده 100% 80% منها ما لهاش لازمه. ادويه كتيره جدا لها بدايل ولها مسائل بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه، بس المريض في ظل ان المعلومه دي مش واصله له، في ظل بعض الاطباء بيتشدد ويكتب للمريض يقول له الدواء ده وما ملتوش لف عليه الدنيا كلها، ما تخليش حد يديلك بديل او مثيل. الكلمه دي احنا عندنا امكانيات يا دكتور حسن في مصر ان احنا نصنع الادويه اللي بنستوردها، يعني عندنا العقول الابحاث المصريه هل مش قادره على انها، خاصه انه بيتعمل تحاليل وحاجات يعني في المعامل الخاصه بالصيادله، مش ممكن ان يتم التوصل لامثله؟ خليني برضو اقول حاجه مبسطه جدا، مفيش دوله تستطيع ان هي تنتج 100% من الدواء المتداول فيها. في ادويه انت محتاجاها تجيبها بره. هخلينا نقول حاجه، الادويه اللي بتيجي من بره اللي انا قلت عدد الادويه المستورده المرخصه في مصر 1200 صنف. دي احصائيات وزاره الصحه على فكره. المتداول منها حوالي 950 صنف دواء، دي ادويه مستورده بالكامل. بتيجي بعلبها من بره. ال 950 دول لما نيجي نحللهم هنلاقي حوالي 750 نوع دواء موجود ليهم بدايل او مسائل في مصر. بكفاءة قريبة جدا، وخليني اقول بمنتهى المسؤولية اتحملها ان هي بكفاءة غير مختلفة عن المنتج المستورد. احنا عندنا علشان بس العملية ما تبقاش للناس عملية تشاؤمية، احنا عندنا شركات انتجت علاج فيروس سي، شركات مصرية انتجت علاج لفيروس سي بنفس كفاءة الدواء المستورد الاوريجينال. ده صحيح، بنفس كفاءة لدرجة ان بدأت تتعمل حملات اعلانية للسياحة العلاجية في مصر. صحيح، لان الدواء اللي موجود عندنا اللي تمنه 900 جنيه ولا 700 جنيه ولا 1400 جنيه ده تمنه بره يعني تمنه في السعودية بحوالي 70,000 ريال. صحيح، فاحنا بنتكلم فرق سعر كبير جدا. صحيح، فده معناه ان المصانع المصرية اللي موجودة مصانع. احنا بنتكلم ده على تكرار التجربة دي يا دكتور حسن. طيب انا عايز اعرف طيب استراتيجية متكاملة طبعا وفقا لتوجيهات الرئيس بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية وبين وزارة الصحة، يعني كمنظومة متكاملة كده المفروض الفترة الجاية إيه الخطوات بقى المفروض تتخذ في هذا الإطار؟ تمام، أنا بشكر حضرتك على السؤال دوت. الحل إيه؟ يعني حل المشكلة دي إيه؟ حل المشكلة أنا بأناشد وزارة الصحة وبطالبها إن النقابة، يا جماعة النقابة عضو أساسي في منظومة الدواء في مصر، قربوا شوية من النقابة، استعينوا بالناس اللي ايديهم زي ما بيقولوا في الشغل. يعني النقابة بحكم القانون والدستور لابد ان تستشار في اي حاجة خاصة بالمهنة، ده بحكم الدستور المصري بتاعنا. برضو الوزارة بقترح عليها بتستعين بالناس اللي ايديها في الشغل. بمعنى ايه؟ خلينا اكثر وضوحا، الناس الاكاديميين على دماغي من فوق، الاكاديميين على دماغي من فوق، بس الشخص اللي ما وقفش في صيدلية، الشخص اللي ما اشتغلش في شركة توزيع، الشخص اللي ما قدرش مصنع، لو ما عملش الثلاث حاجات دول مش هيقدر يديلك معلومة واقعية عن الموجود. يعني انا لما الاقي انا موجود دلوقتي كمواطن الاقي ان في ازمة محاليل ويطلع تصريح من الوزارة يقول انتهاء ازمة المحاليل في مصر، لا يعني انا اسف المعلومة غير صحيحة. اي مواطن ينزل صيدلية يقول لها انا عايز محاليل، يشوف المحاليل موجودة ولا لا. ده المحاليل بتتباع خارج الصيدليات سوق سودا، تمن المحلول حوالي 5-6 جنيه بيتباع في السوق السودا ب 25 و30 و40 جنيه. فانا لما يطلع تصريح زي ده في ازمه زي دي، يعني هل هو مش موجود في الصيدليات فبيتباع في السوق السودا؟ ما هي دي بقى النقطه، يعني هو اللي موجود في الصيدليه 5-6 جنيه دكتور حسن الناس تطلع بره تشتري، مش موجود في الصيدليات، في نقص شديد في المحاليل. وعلى فكره دي النقطه بقى، دي بقى لب المشكله ده اللي بنتكلم فيه. الناس دايما بتلجا للسوق السوداء في كل حاجه لما يبقى في نقص في مكان الانتاج الاساسي. المريض هيعمل ايه؟ يعني خلينا نقول حضرتك عندك مريض والمفروض يعمل عمليه،
ومكتوب لك محاليل، والمحاليل ده مجرد محلول بيتحل فيه الدواء اللي هيتاخد، وفي بعض محاليل مهمة علشان تظبط الالكترولايت الموجودة في الجسم. ماشي، في الاخر المريض هيعمل ايه؟ المريض هيعمل ايه؟ احنا رفعنا توصيات وقلنا اكتر من مرة لوزارة الصحة يا جماعة خلي بالكم الطاقة الانتاجية بتاعت المصانع ما تغطيش الاحتياج، ما تغطيش الاحتياج. ليه؟ انت لو حسبتها نظريا بتحسبها على اساس الاحتياج في ظل الظروف الطبيعية. احنا عندنا في مصر نسمع ان في ازمة انابيب بوتاجاز، تبص تلاقي 100 ايد دخلت بتبدأ ان هي تشتغل سوء سودة في انابيب بوتاجاز. نفس الكلام موجود في الدواء. الانتاج، حجم الانتاج، الطاقة الانتاجية للمحاليل كان بيساوي، انا فعلا تصريحات الوزارة بتقول ان هو بيساوي حجم الاحتياج بتاع السوق المصري، بس ده في ظل الظروف العادية، مش في ظل الظروف الناس عندها هلع، مش موجودة انها مش عندها هلع، وفي بعض الاماكن مخزنة. ما في حملات نزلت من الوزارة على مكاتب موجودة في القصر العيني. طب وتخزين الدواء بقى دكتور حسن، يعني عايز اعرف من حضرتك من خلال خبرة حضرتك، التخزين الدواء الفترات دي بقى اللي الشركات الادوية بتخزنه لحد لما يبقى الدولار بقى يستقر او ان هو يقدر يحصل على الربح اللي هو المطلوب او هو شايفه، ده بيأثر ازاي بقى على فعالية الدواء نفسه؟ لا خليني اقول، ما فيش شركة بتخزن الدواء سنة مثلا عشان يأثر على فعالية. بس اللي حصل ايه، ودي برضو احد الاجراءات اللي كانت الوزارة غير موافقة فيها، ما ينفعش ان انا اعلن ان بعد شهرين هتحصل تسعيرة، ما ينفعش ان انا اعلن ان بعد شهرين هتحصل تسعيرة. التسعيرة كانت لازم تتم بشكل مفاجئ، لازم في لجنة بتقوم بعملها بتراجع تكلفة الادوية وبتعمل قوائم بالادوية اللي ممكن تزيد، وبتتراجع من ناس ايديها في الشغل زي ما انا قلت، لازم ناس صيادلة موجودين، لازم ناس شركات توزيع تبقى ممثلة، لازم شركات انتاج تبقى ممثلة، ولازم النقابة تبقى موجودة. اعمل القوائم وراجعها علشان تعالج التشوهات اللي حصلت في التسعيرة بتاعت 16 مايو 2016، تعالجها قبل لما تطرح القوائم، ثم فاجئ السوق بالتسعيرة. لكن انا لما اجي اقول دلوقتي انا كوزارة اقول بعد شهرين، السوق بقى يعني السوق هيتقبل التسعيرة دي باعتبار ان لكل المشاكل اللي حضرتك بنحكي عنها؟ صدقيني احنا لحد دلوقتي لم يعرض علينا الشكل النهائي بتاع التسعيرة علشان اقدر اقول. المفترض وده البرلمان بينادي بيه واحنا كنقابة بالنادي بيه، يا جماعة اعملوا لجنة تقيم اسعار الدواء، لازم لجنة من الاطراف كلها تقيم اسعار الدواء، لازم نستفيد بالاخطاء اللي وقعنا فيها في 16-5. حركنا اسعار ومجهود كبير لا انكره، بذلته الادارة المركزية، بس كانت فيه اخطاء وقعنا فيها، لازم ان احنا نعالجها. اللي انا بستعين بالناس كلها بالاطراف كلها اللي هي موجودة، في دواء تمنه 85 جنيه او تمنه 100 جنيه وعنده بديل تاني تمنه 15 جنيه وده بيكسب وده بيكسب، هل معقولة ان انا زود ابو 85 وزود ابو 15 جنيه؟ اي عقل يقول كده؟ ابو 85 ده ممكن يقل كمان، لان هامش ربحه بالنسبة للشركة المنتجة بتاعته كبير جدا، لو الدولار وصل ل30 جنيه هتدنيها بتكسب، هو برضو بيكسب في نفس الوقت، بالظبط بيكسب كبير جدا. وعند مصانع تانية وطنية موجودة بتنتج متسعرة ادويتها بسعر قليل. أنا المصانع بقى المصانع احنا عايزين تأهيل برضو، خليني اقول بس معلومة اسف جدا بس عشان اكمل، احنا حجم الشركات الوطنية المنتجة، انا قلت الحجم، حجم الدواء المتداول في مصر 8000 صنف، منهم حوالي 1200 صنف مستورد، المتداول منهم 950 دواء. طيب المصانع اللي موجودة في مصر ايه منها راس مال وطني او مصري زائد مصري، وايه منها شركات مالتي ناشونال لها مصانع هنا؟ للأسف الشركات المصرية اللي بيمتلكها اشخاص مصريين عادوا بيمثلوا من سوق الدواء في مصر قالوا عن 50% بعد ما كانوا بيمثلوا 60%. الزيادة دي راحت للشركات المالتي ناشونال متعددة الجنسيات اللي موجودة هنا واهلا وسهلا بها طبعا، والشركات بعض الاخوة العرب انشأوا مصانع موجودة هنا. طب الكلام ده كويس، بس في الاخر ده بيعمل الارم ولمبة حمراء ان انا لازم ادعم رجال الاعمال المصريين والشركات المصرية، ولازم ادعم 8 مصانع قطاع الاعمال اللي الادوية بتاعتها مسعرة باسعار زهيدة والشركات دي بتعمل خسائر، لو انا عايز اعمل استقرار. طب من اهل المصانع المصريه بقى يا دكتور حسن في المقابل، يعني طريقه المواجهه بتبقى بنفس السلاح، يعني حضرتك بتقولي انه في مصانع مالتي ناشونال وفي مصانع دول عربيه وغيرها، طبعا ده استثمارات موجوده في مصر، تمام. لكن انا بتكلم على تاهيل المصانع المصريه.
تأهلها بأهلها من خلال ان انا بعمل لها تسعيرة عادلة تخليها ان هي تنافس وان هي تحقق هامش ربح تقدر تطور من نفسها. ما ينفعش ان انا ادي دواء لشركة مثلا مالتي ناشونال اديه بستين سبعين جنيه ولما تيجي شركة مصري ان هي تنتجه ادهولها بتلاتين جنيه. طب ماشي يا عم انت قبلنا منك ده في التسعير اول مرة، لكن لما يحصل تحريك اسعار راعي الشركات المصرية وشركات قطاع الاعمال، يعني اديها انبوبة اكسجين هي تستمر. مش معقول يبقى عندنا 8 مصانع قطاع اعمال في مصر كانت بتمثل في الستينات اساس وعمود صناعة الدواء في مصر، دلوقتي الشركات دي بتخسر ولا تمثل من حجم سوق الدواء المصري اكتر من 4%. 8 مصانع موجودة في مصر قطاع اعمال لا تمثل اكتر من 4% من حجم السوق، ده حاجة خطر جدا. لو المصانع دي كانت موجودة وانا مسعر لها الاصناف بتسعيرة تحقق لها ميزة تنافسية، المصانع دي كان وفرت هامش ربح تقدر تطور وتعمل ابحاث. لكن الشركات دي لاهداف في فترة سابقة كانت بتحقق خسائر وعندها عدد من العمالة وعندها عدد من الاعباء كبير، لا، يبقى انا دلوقتي انا كوزارة اقدر ان انا اساعد الشركات المصرية، اساعد شركات قطاع الاعمال ان هي تنهض عن طريق ان انا اعمل لها تسعيرة مناسبة ليها وان انا ادعمها. فدي نقطة مهمة. لكن لما اجي اعمل مسطرة واقول الادوية بدون النظر الادوية دي هامش ربحها ايه، الادوية الاقل من 50، الادوية الاقل من 100، الادوية الاكتر من 100، لا انا اسف. طيب دكتور حسن، الاستراتيجية الجديدة اللي دلوقتي بتحاول الدولة تعملها برعاية الرئيس طبعا، حضرتك شايف انها تاخد وقت قد ايه علشان نقدر نقول بعد كده ان الادوية خلاص بقت موجودة في السوق المصري؟ سيادة الرئيس، والتجاوب بقى يعني تجاوب الجهات المنوط بيها الاهتمام بهذا القطاع. سيادة الرئيس بيدي توجيهات، مش مطلوب من رئيس الجمهورية ان هو يبقى عارف فنيات الشغل بتاعت كل وظيفة او كل مهنة، هو الراجل بيدي توجيهات وفي الاخر بيبص على نتائج. طيب علشان ده يتحقق احنا كناس فنيين او في المهنة ده يتحقق ازاي؟ بنقول لوزارة الصحة قوّني لجنة من كل المختصين اللي ايديهم في حلقات او منظومة الدواء، بلاش تطلع تسعيرة زي اللي طلعت قبل كده، اننا زي ما بقولوا الحابل مع النابل، الدواء اللي بيخسر مع الدواء اللي بيكسب اننا زوده. الكلام ده ما يحققش عدالة. احنا متعودين على ده في كل في الدنيا كلها، او يعني في كل المنتجات، يعني يمكن حتى الحاجة اللي مش مرتبطة بالدولار التاجر هو لوحده بيزود السعر، وده كله في الاخر بيبقى على كاهل المواطن. طيب. علشان كده احنا محتاجين اجهزه رقابيه ومحتاجين تسعيره لكل حاجه على فكره يا دكتور حسن. والدواء طبعا باعتباره ان هو من يعني السلعه الاستراتيجيه المهمه جدا، يمكن مرتبطه بحياه وعمر وصحه المواطن المصري. انا بس عشان وقتي تمام يعني فهم. بشكر حضرتك جدا، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن ابراهيم حسن عضو مجلس نقابه الصيادله، وشرفت بحضرتك. تمام يا فندم، صباح الخير عليك. بشكركم مشاهدينا الكرام ونتحول لاخبار.